صباح اهلا وسهلا على كنان. اليوم بدنا نتحدث عن الاكسبيريا برو اي، وخصوصيا كيف نقدر نستعملها بالطريقه البروفيشنال، مش بس حتى ناخذها وناخذ صور فيها ولا نصور فيديوهات منها. هلا انا عم سجل الفيديو لكم، هون عندنا ثلاث ميكروفونات، عندنا الكاميرا الجديده الموجوده هون ال1 انش سنسور، ومش بس هيك بدي افرجيكم كيف نقدر نستعمل مونيتور براني، نستعمل سيستم ميكروفون فيه اثنين ميكروفونات لنقدر نعمل انترفيو لناس ثانيين، وغير هيك ريموت كنترول وايرلس بالبلوتوث نقدر نستعملها كمان لنسيطر على التليفون تبعنا. يلا أنا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس من الاشتراك. خلينا نتحدث عن الإكسبيريا برو آي وكيف نستعملها بروفيشنالي. اعملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دائما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة. السبب اللي عندنا كل هالشغلات الموجودة على الطاولة لأني اليوم بدي فرجيكم كيف نستعمل التليفون من شركة سوني بروفيشنالي، معناته بالطريقة المفروض نقدر نستعمله. هالتليفون عنده مميزات كتير حلوة. اول شيء بنشوف هون على الكاميرات الموجودين ورا عندنا ثلاث كاميرات، عندنا 16 ملم ل 24 ملم ال1 انش سنسور الموجود هون جايبوه من الار اكس 100 مارك 7، واخر شيء عندنا ال 50 ملم سنسور. كلهم هدول منيح واحسن بكثير من الكاميرا الموجوده قدام 8 ميجا بكسل. الشغله الثانيه اللي لازم نعرفها انه هالتليفون عنده هيدفون جاك، مش بس لنسمع موسيقى فيه، فينا نستعمله لنفوت اوديو من برا من لسه ميكروفون سيستم مثل هذا اللي موجود. شغله ثانيه كمان فينا نستعمل اليو اس بي سي تاعتنا من هون لنفوت صوت، يا اما نستعمل بلوتوث كمان مثل التليفونات الثانيه. بس اللي بيعجبني فيها انه فينا نشرج التليفون بنفس الوقت ونفوت صوت لجوا، لانه هيدي شغله بقى فينا نعملها بالتليفونات الموجوده بالسوق. ايمو الهيدفون جاك ساعات اذا بدكم تستعملوا ميكروفون لبرا لازم تستعملوه، وما بتقدر تفوتوا صوت الا على البلوتوث. هذا التليفون بيعطينا عده اختيارات لنقدر نستعملها. واحسن شيء كمان بحب فيه هون انه هاليو اس بي سي الموجوده لتحت مش بس لنستعملها لنشرج التليفون، فينا نستعملها كمونيتور لكاميرا تانية على الكمبيوتر، اي شيء بيستعمل HDMI فينا نفوتها لهون. هلا انا شو عم بستعمل هون؟ شريط هيدا عم بفوت الصوره من الكاميرا الموجوده هون فوقنا اللي عم نطلع عليها. خليني ادوركم اياها هون مزبوط، اعطيها ثانيه شوي وتدور مثل ما عم تشوفوا، بتشوفوها مزبوط هون. خليني انقلب لكم الكاميرا مزبوط، عم بتشوفوني هون انا عم بستعمل الكاميرا اللي في التوب داون حتى افرجيكم كيف الصوره بتطلع. والحلاوه فيها هيدي انه بتمشي باي سيستم بيقدر يفوتنا صوت وصوره على اليو اس بي سي. فيكم تستعملوا الكام لينك ولا شغله هيك كمان تقدر تفوتوا الصوت عليها، مجرد ما تقدروا تحولوا انتم اليو اس الاتش دي ام اي ليو اس بي سي بيمشي السيستم معنا. بس ما هذا هو كله، هذا الشغل اذا بنستعمل كاميرا وعم نستعملها هذا التليفون كشاشه لكاميرا تاني. بس اليوم بدي افرجيكم كيف نستعمل هالتليفون بروفيشنالي، معناته حنستعمل السيستم هون التطبيق الجديد الفيديو برو الموجوده هون، وبنقدر نستعملها هلا لنقدر نصور فيديو برا. مش بس هيك، حنستعمل هالمونيتور ال 4K مونيتور تبع هذا الشينوبي مونيتور بنقدر وصله بال HDMI، عم نستعمل الادابتر هذا بيقدر يحول لليو اس بي سي لل HDMI، وبنقدر كمان نقدر شارج التليفون بنفس الوقت. هالادابتر كثير منيح. غير هيك حنستعمل كمان الصوت من هالميكروفون سيستم الفويكو لارك اكس اللي نزلوه جديد، نقدر نطلع الصوت من هون بال 3.5 ملم هيدفون جاك، فينا نتسمع على الصوت وفينا كمان نفوت عليه صوت موسيقى او باك جراوند ميوزك اذا بدنا نحطه ورا صوتنا، معناته فينا نعطي الصوتين بنفس الوقت على الشرايط. غير هيك بيجينا اثنين ميكروفون بقلب السيستم لوحده بقلب العلبه، هيدي العلبه فيها كمان شارجر نقدر نحط الميكروفونات تاعتنا فيه وبيتشرجوا دغري دغري بقلب العلبه، لما بنحتاجهم بنقيمهم من العلبه بيكونوا مشارجين خالصين جاهزين وبنقدر نشارجهم باليو اس بي سي. حلوه كثير وبتمشي مزبوط. بس اللي بيعجبني فيهم اكثر اكثر شيء انه فينا نوصل هيدا الميكروفون الصوت منه للتليفون تبعنا، بنستعمل تي ار ار اكس بيعطونا الشرايط كمان اللي محتاجينها. هاي بتفوت على اليمين، اليمين بيجي الصوت من برا، بنقدر نظهر الصوت من هون دغري للكاميرا، بندور الميكروفون، وهاي بتفوت دغري ب 3.5 ملم هيدفون جاك لنقدر نستعمل الصوت من برا ونسجل الميكروفون مزبوط. الحلاوه فيها كمان غير هيك تستعملوا اي ترايباد بدكم اياه، انا هون عم بستعمل الجوبي ولا فيكم تستعملوا اللي بدكم اياه. اخر شيء بنقدر كمان نستعمل الجريب. سوني عندهم سيستم تبعهم للفلوجر اللي فرجيتكم عليه باول فيديو، بنقدر نستعمل الجريب، هيدي هي اللي بنستعملها من الزي في 1 ولا الاي 10، وعندهم مونيتور صغير بيجي وراه بينحط وراه للتليفون حتى نقدر نتفرج عليه، بس انا حبيت استعمل هيدا لانه ما عطوني ما بعثوا لي هداك المونيتور معه، سو عم بستعمل المونيتور تبعي انا ال 4K مونيتور من شبوبي. بس الحلاوه فيه هون فينا نعمل زوم ان زوم اوت، نبلش الفيديو ونوقفه كريموت كنترول للتليفون تبعنا، اذا ما عم نستعمله كفلوجر مزبوط دغري قدامنا فينا نركبه على الترايباد، وهيدي بتصير ريموت كنترول بعيدة عنا، نعمل زوم ان زوم اوت.
خلينا نظهر لبرا وفرجيكم هلا مصره كيف الصوت والصوره بتصير من الاكسبيريا برو اي. ظهرنا هلا لبرا حتى نقدر نجرب هالسيت اب اللي عم فرجيكم عليه هون. مثل ما خبرتكم عم نستعمل الشينو بالديسبلاي، عم بستعمل الفويكل لارك مايكروفون. هذا الميكروفون بيشتغل مع الكاميرات وبيشتغل مع التليفونات، بدكم تعرفوا الادابتر تبعه. الشغله اللي عجبني فيه كثير انه الاكسبيريا برو اي عندها الهيدفون جاك اللي فينا نفوت فيها الصوت، معناته انا بس بوصل الشريط من الميكروفون الريسيفر بحطه دغري لجوا وفينا نستعمله، وانا حاططها هون. بس اللي بيعجبني اكثر شيء لما فرجيتكم بالفيديو امبارح اول مره لما نزلتوا اول فيديو انه فينا نستعمل هالجريب. هيدي الجريب اللي بتقدروا تستعملوها مع الزي في 1 ولا الاي 10 الكاميرات تاعت سوني، فينا نستعملها هون مع التطبيق الفيديو برو. الحلاوه فيها انه لانه بتشتغل على البلوتوث فيني امسكها من هون انا رغم اني بعيد منكم، وقرب الكاميرا لعندي واسحبها لعندي واقدر احكيكم دغري هيك ونتمشى ونقدر نظبطها. الشاشه بتقدر تفرجيني انا وين، انا بعرف انا بنص الشاشه والصوت تبعي بيجي لعندكم دغري لانه عم نستعمل الهيدفون جاك وبنفس الوقت عم شارج التليفون. واذا بدي اوسع المنظر فيني اوسعه شوي، فيني اوسعه كثير، فيني اقرب منكم، فيني ابعد، فيني اعمل اللي بدي اياه. سوري انه عم بعمل هالزوم الزوم اوت كثير، بس انه بدي افرجيكم انه مثلا فينا نستعملها مع التليفون، واذا بدنا نستعمل دغري نستعمل الكاميرا، والسيستم تبعهم اللي حيعطونا هالشاشه صغيره فينا نستعملها بايدنا دغري. بس اذا بدكم تحطوها على ترايبود وتحطوا بعيد شوي بتصير احسن بكثير، وفيكم تسيطروا عليها مثل انا ريموت كنترول للتليفون تبعكم دغري، بتشتغل مع كل شيء. حلو حلو كثير، وفي كثير شغلات معجب فيها انا خاصه من شركه سوني. هذا لما بنستعمل السيستم هيك البرو كاميرا موجوده على التليفون مثل كان عم نستعمل الار اكس 100 مارك 7 على التليفون، مزبوط كل المميزات الحلوه والكنترول كله وايرلس. صراحة أنا دايما بنعجب كيف سوني بتقدر تعملنا تليفونات فيها كتير بروفيشنال، مميزات كتير منيحة. السيستم كله اللي فرجيتكم إياه هلأ بينحط بشنطة صغيرة هيدي مثل بيك ديزاين ولا كمان أصغر من هيك، والسيستم اللي سوني عم بتبيعه أصغر من سيستمي. المونيتور تبعهم كتير صغير بيتركب ورا بالمغناطيس على وراها للكلامب هون بتنحط لورا، وحلاوة فيها أنه بتكون كمان أصغر من هيك. مجرد انه بتقدروا تشوفوا حالكم من ورا ساعتها بتقدروا تقعدوا انتم يا اما ورا الكاميرا ولا حتى قدامها، واذا بدكم تعملوا زوم ان زوم اوت. السيستم هيدا من فويكل لارك عنده 2 ميكروفون، معناته فيكم تعملوا انترفيو، فيكم تكونوا قاعدين عم تعملوا شغله ثانيه، عم تتحدثوا اللي بدكم اياه. عم تستعملوا احسن كاميرات موجوده على التليفون مع احسن سيستم موجود كبروفيشنال على تليفون من شركه سوني. شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك، ان شاء الله عم يعجبكم هالفيديو الثاني كمان على الاكسبيريا برو اي. اول واحد عجبكم كثير منيح، خبروني تحت قولوا لي شو رايكم فيه. بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجديد، يلا مع السلامه.